هما التلاميذ ديالنا عندهم ظروف جيده فنتمنوا لهم النجاح ان شاء الله. وهذا الشيء كله كيدار باش نحافظوا على السلامه ديال المؤطرين والاساتذه اللي كيوقفوا على شي والناس اللي كيدبروا الامر، وكذلك على الابناء ديالنا اللي حتى هما باش يدوزوا داك الشيء في احسن الظروف. والحمد لله العمليه ناجحه، الحمد لله نتمنوا لهم النجاح حتى هما. كتشاهدوا اولا هي الولوج لهذه القاعات المغطاه لاول مره في التاريخ هاد امتحانات البكالوريا كنستعملوا فضاءات المنشآت الرياضية الكبيرة بهذا الحجم باش نحترموا هذا التباعد الجسدي. والحمد لله اليوم استطعنا باش ننظموا في أحسن تنظيم هاد الفضاءات وأيضا المدرجات. الشراكة بين السلطات الصحية والسلطات المحلية والوزارة الأطر الإدارية والتربوية اللي استطعنا باش نعبئوا الجميع والجميع منخرط الحمد لله باش يوفر هذه الظروف هذه المحفزة للنجاح، أولا باش نطمئنوا الأسر وثانيا باش نخلقوا واحد الأجواء مهمة. واليوم الحمد لله كتلمسوها أنتم مباشرة الانطباع ديال التلاميذ في هذه القاعة أحسن الظروف باش يجتازوا الامتحان. عدد المترشحين عندنا على المستوى الوطني 441,000. هذه السنة درنا بجوج مرحلات، المرحلة الأولى تقريبا واحد 48% ولا 45% العلوم الإنسانية اليوم وغدا، وابتداء من يوم الاثنين العلوم الحقة والتقنية والمهنية باش ما ندبروش 441,000 في يوم واحد. اللي مهم هي جينا عطينا الانطلاقه من الدار البيضاء، لان الدار البيضاء كتشكل دار البيضاء ستات الجهه كتشكل الربع تقريبا 100,000 مترشحه ومترشح. وتبارك الله السيد المدير الاكاديميه والساده السيدات والساده المديرين الاقليميين داروا واحد العمل جدي، واحد وهذا الشيء ما بداش اليوم ولا هذا شهر، منذ اشهر وما كيشتغلوا بواحد القوة، واحد الشراكة، واحد التنسيق بين المديريات وبين السلطات العمومية. والحمد لله اليوم النتيجة هي هذه، وإن شاء الله النتيجة الأخرى اللي كنتظروا هي النجاح ديال المترشحات والمترشحين. سيدي الوزير، ما بين الخصوص ما بين الآباء وما بين أصحاب المدارس الخاصة. كانت عندي واحد العدد المناسبات باش طرقت لهذا الملف، والاخيره هي في البرلمان، وكنظن بان كنت واضح، لان قلت بان العلاقه اللي كتربطنا حنايا مع المؤسسات الخاصه هي علاقه بيداغوجيه محضه ديال الترخيص، ديال المواكبه، ديال التفتيش. وهذه العلاقه هي مؤطره بقانون، قانون 060، وهذا القانون ما كيسمحلناش باش ندخلوا بين واحد العقد اللي بين الاسر وبين المؤسسات الخاصه. رغم كل هذا شنو درنا؟ درنا واحد المبادرة ديال الوساطة، وسدعينا المؤسسات الخاصة الفيدرالية والرابطة، وجلسنا معهم وحسسناهم على هذه الوضعية الاستثنائية، وبين خصهم لابد يراعيوا هذا الامباكت التأثير ديال هذه الجائحة على الأسر، ولا سيما اللي فقد الشغل ديالو، اللي الأجر ديالو نقص. ومن بعد عاود يومين من بعد استقبلنا الاولياء والجمعيات كاملين باربعه وجلسنا معهم، وقلنا لهم ايضا الله يخليكم اللي ما تضررش من هذه الجائحه ما فيها باس يؤدي. وفهمنا شنو هو المعنى ديال التعليم عن بعد. التعليم عن بعد راه واحد العمليه اللي ابتكرنا بطريقه مفاجئه، فهمتيني؟ لان الرهان كان هو التعميم، هو كل التلاميذ يستافدوا من التعليم عن بعد. والحمد لله بفضل الانخراط ديال الاساتذه استطعنا باش نديروا التعليم عن بعد، والمؤسسات الخاصه ايضا وفرتها التعليم عن بعد. اكيد ان الاسر لعبوا واحد الدور مهم لتاطير هذه العمليه على المستوى ديال البيت، ولكن راه كاين واحد التواصل بين الاساتذه بين المؤسسه الخاصه والاسر. اكيد بان التعليم عن بعد لن يعوض التعليم الحضوري، ولكن التحصيل الدراسي تم. لهذا احنا بالنسبه لنا الاسر اللي ما تضرش حتى هو عاود في اطار هذا الحس التضامني اللي عبروا عليه واحد العدد ديال المواطنين خصهم ايضا يمشيوا يؤديوا، لان واحد العدد المؤسسات الخاصه راه مقاولات جد صغيره ويمكن لا تمشي للافلاس، ولا مشات للافلاس راه حتى شي واحد ما غيربح. لهذا درنا طلبنا من المديريات الاكاديميات والمديريات الاقليميه باش يستمروا في هذه الوساطه، واستمروا واحد العدد لقاءات تمت بين الاسر وبين المؤسسات الخاصه،
واحد العدد الحلول تما تقريبا اليوم عدد كبير من المؤسسات راعوا هذا الجانب، وكاين اللي لغى الرسوم، كاين اللي اجل الرسوم، كاين اللي خفض الرسوم حسب الوضعيه ديال هاد الاسر. اليوم كنزيدو نطالبوا المؤسسات الخاصه باش يزيدوا يديروا مجهود اضافي، ولكن ديما في اطار هذه الوساطه. غير خصنا هنا نوضحوا بان ما كاين لا ابتزاز، ما كاين هذا، سادير اللي ما خلاش ما عطاش ديبلوم داك الشيء، لان هذا واحد الجانب بيداغوجي ايضا، وكيرجع السلطه للوزاره. سيد الوزير، كيف تم التعامل مع حالات الاصابه ضمن التلاميذ؟ الو، عندنا 15 حاله على المستوى الوطني ديال التلاميذ، ويقدر من هنايا سبت الحد يقدروا يبانوا اصابات اخرين. عندنا اليوم واحد 4 ديال المراكز استشفائيه ميدانيه في بن سليمان، بن قرير، سيدي يحيى الغرب، وفتحنا واحد في جديده البارح، وواحد في طنجه ايضا تم الفتح ديالو باش يستضفوا الحالات النشطه، جميع الحالات النشطه في هاد المراكز الاستشفائيه. هاد 15 حالة عندنا 11 بن سليمان، 3 في بن قرير، وواحد في سيدي يحيى الغرب. هاد الصباح مشينا مرينا من بن سليمان باش أيضا نشوفوا كيفاش الظروف كتمر، والحمد لله العملية مؤطرة متحكم فيها، المشرفين تا هما تبارك الله لابسين الأمور الوقائية، لأن ما خصناش يتأذوا أبدا، وممكننا أيضا ندعو لهم بالشفاء وبالنجاح ان شاء الله. عبد المنطلب، مدير الاكاديميه الجهويه للتربيه والتكوين، جهه الدار البيضاء سطات. اليوم الاول من انطلاق يعني البكالوريا بالنسبه لدوره يوليوز 2020 بالنسبه للمترشحين الرسميين والاحرار. ظروف جيده، ظروف اللي انطلقت فيها الامتحان يعني تطمئن أمهات وأباء تلميذات وتلاميذ، تطمئن المترشحات والمترشحين. نعتبر أنفسنا توفقنا يعني في هذه المحطة، لأن محطة ديال تنظيم استحقاق وطني الذي ينتظره كل مغاربة، كل أسر مغربية. في ظل جائحة كوفيد 19 مجموعة من الدول تخلت على البكالوريا يعني تخوفت منه، الحمد لله حنا واجهنا في المملكة المغربية. كان يعني واحد الإجراءات استباقية لوقاية المترشحات والمترشحين، يعني انطلاقا من مركز الجهوي للامتحانات داخل المعتكف، يعني بحيث تم حماية أعضاء الفريق. قمنا بتحليلتين لهذا الفريق لضمان سلامتهم وخلوهم من يعني من كوفيد 19، بالإضافة تم اقتناء أحد الأجهزة داخل الأكاديمية لتعقيم يعني الأوراق وتعقيم الفضاء وتعقيم الأظرفة لضمان خلوها من الفيروس حين انتقالها يعني لمراكز الإجراء. نفس الشيء قمنا بضمان يعني توفير كمامتين لكل مترشحة ومترشح في صعيد يعني جهة الدار البيضاء سطات، ونفس الإجراء على صعيد باقي الأكاديميات. وفرنا أيضا الشفافات الواقية لفيزير لفائدة كل متدخلين من تلاميذ مترشحين ومن أستاذات وأستاذة، بحيث تم توفير 120 ألف واقية شفافة لفائدة كل متدخلين بفضل الشراكة مع الجمعية الوطنية لرؤساء جهات المملكة، ووفرت لنا جهات الدار البيضاء سطات ما يوفق 120 ألف فيزير. وهذا يعني لابد من نشكر يعني جهات الدار البيضاء سطات على هذا المبادرة يعني الجدية اللي واكبت بها المجهود ديال الأكاديمية. قمنا أيضا لضمان يعني نجاح هذا الامتحان بتنظيم الامتحانات في فضاءات كبرى، يعني قاعات مغطاة وفضاءات مفتوحة، بحيث وفرنا 180 قاعة كبرى ومدرج. هناك قاعات 33 قاعة كبرى مغطاة، 110 قاعة متوسطة الحجم، و 34 او 33 قاعه من يعني مدرج من الحجم الكبير داخل الكليات. مشكوره السيدات رئيسات الجامعات وسيدات رؤساء الجامعات بالجهات الدار البيضاء سطات اللي يعني تعاونوا مع الاكاديميه الجهويه لتوفير هذه الفضاءات. لضمان ايضا سلامه الامتحان قمنا بتعقيم كل الفضاءات يعني عده مرات في اليوم طيله فتره الاجراء، بفضل انخراط السيد الوالي والسيده وسادة العمال اللي عبؤوا يعني كل السلطات المحليه الى جانب الاكاديميه لتعقيم هذه الفضاءات وسلامه يعني الفضاءات من الفيروس.
ضمننا ايضا داخل ضمن امتحان ايضا داخل 350 مركز اجراء بالمؤسسات التعليميه، ولضمان سلامه يعني المترشحين حددنا سقف 10 ديال المترشحات والمترشحين داخل كل قاعه في مراكز الاجراء لضمان تباعد يعني الجسدي حمايه لكل المتدخلين. نفس الاجراء بالنسبه لمراكز التصحيح، يعني عبئنا 6500 استاذه واستاذ التصحيح بمراكز اللي ما كيفوقش ايضا عدد المصححين 10 مصححين داخل كل قاعه دائما ضمانا لسلامه هذا الاجراء، مع توفير الكمامات لي فيزيير لي غون بالنسبه لكل المتدخلين، المعقمات اليدويه معقمات الارجل لكل المتدخلين يعني من مترشحات ومترشحين، الاستاذات واساتذه واداريين ومرافقين كينقوموا ايضا بالتعقيم ديال مئات السيارات يوميا اللي كتنقل المواضيع في الاتجاه ما بين الاكاديميه المديريات الاقليميه لمراكز الاجراء، وفي الاتجاه المعاكس ايضا لاستقبال يعني حوالي 7 مليون ورقه، يعني 7 مليون وثيقه اللي كان من الانجازات المترشحات والمترشحين التي يتم تعقيمها ايضا عند استقبالها قبل بدايه الاشتغال عليها. اذا كتشوفوا الحجم ديال والضغط يعني اللي كنعيشوه يوميا، يعني نشتغل نقدر نقول لكم 24 ساعه على 24، هناك فرق لا تنام لانجاح هذا الاستحقاق لكي لا نخذل يعني اسر المغربيه، ولي يعني نعطي صوره مشرفه على المملكه المغربيه. واليوم كيف كتشوفوا يعني يمكن نقولوا اننا ان شاء الله توفقنا يعني في هذا الاستحقاق الوطني وقدمنا صوره مشرفه على المملكه المغربيه.